السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وفي صحة جيدة وفي أحسن الأحوال. في الفيديو ديال اليوم إن شاء الله غادي نخدمه مع بعضنا الغرزة الذهبية، أو الغرزة اللي كيقولوا لها غرزة الجدار أو غرزة الحائط، لأن الشكل ديالها كيجي بحال الحيط، بحال الحيط مبني. الطريقة ديالها سهلة بزاف، غادي نبداوها مع بعضنا إن شاء الله. غادي نخدم بهذا الخيط، هذا الخيط ديال دي ام سي، غادي نخدم به كامل على 6، الريفيرنس ديالو 798، هذا اللون الأزرق. وغادي نبداو على بركة الله. الإبرة عندي رقم 5، والخيط كيف ما قلت لكم ما غاديش نفتحوه، ونبداو على بركة الله. غادي نبداو بالغرزه الخلفيه كما كتشوفوا، نعمل الغرزه الاولانيه وكنخلي مسافه وكنخرج بالابره وكنعمل الغرزه الثانيه. غادي نبقى مستمره بهذه الطريقه هذه ديال الغرزه الخلفيه حتى نسالي هذا الخط هذا كامل. كنمشي مع الرشمه، يعني مع الرشمه اللي عندي في الثوب، ملي غادي نسالي الصف الاولاني ديال الغرزه الخلفيه غادي نبدا في الصف الثاني. غادي نعمل غرزه ما بين جوج ديال الغرز السابقين كما كتشوفوا، الخط الاول اللي عملت ديال الغرز في الصف الثاني كنخدم بيناتهم، يعني ما كنمشيش بنفس الترتيب ديال الصف الاول او الخط الاول ديال الخيط، كنمشي بيناتهم باش كيجي داك الديكالاج مزيون. هانتوما كتشوفوا ما بين كل غرزه وغرزه كنعمل غرزه في الصف الثاني، وكنبقى ماشيه حتى كنعمر بنفس الطريقه. شفتوا كيفاش بهذه الطريقه هذه كنبقى ماشيه. هذه هي الغرزه الذهبيه، كيجي الشكل ديالها مزيون بزاف وسهله وبسيطه. فبالنسبه لهنايا كنعملوا الغرزه الخلفيه او الباك، وهاد الشراطي هادو اللي فوق كندوزوا عليهم غرزه بهذا الشكل، يعني غرزه مستقيمه، وتقدروا تخدموهم حتى هما بالغرزه الخلفيه، فانتوما ليكم حريه كيفاش تخدموه. وحتى هنايا كنعملوا غرزه بهذا الشكل هذا، فهكذا كيجي الشكل ديال الحرف. الصراحه كيجي مزيون بزاف ومتقون، الخدمه ديالو كتبان مزيونه بزاف. غادي نكمل الحروف اخرين، غادي نوريكم كيفاش كنخدموا حرف الا ونطلقوا. كما كتشوفوا معايا، من بعد ما طرست اغريك وطرست ا واش، دابا باقي لي هذا الحرف ا، غادي نوريه لكم لان بزاف ديال الاخوات يمكن يجيهم الطريقه ديالو صعيبه. فغادي نوريكم، انا رسمت لكم هنايا الاتجاهات ديال الطرف اللي كنمشيو فيهم باش تجيكم سهله. كما كتشوفوا الغرزه الذهبيه كتجي رائعه في طرز الاسماء، كتجي مميزه. غادي نبداها معكم. فكما كتعرفوا غادي نعملوا الغرزه الخلفيه على الحرف كامل، كندوزوا على الحرف كامل بالغرزه الخلفيه عاد باش كنبداو نعمروه من الوسط.
ملي كنوصلوا لهاد الحويشيه هادي اللي عندنا هنايا، كنعملوا فيها غير واحد الغريزه. شفتوا كيفاش؟ وكنكملوا الحرف ديالنا عادي. فكما كتشوفون بعد ما دورنا على الحرف كامل بالغرزة الخلفية، دابا غادي نبداو نعملوا الغرزة الذهبية الداخل. كما كتشوفوا كنبدا نعمل الغرزة الخلفية الداخل، وكنعمر بالاتجاهات ديال الشراطي اللي عملت كيف ما كتشوفوا. يعني كنمشي بالغرز مستقيمين، يعني بشكل طولي بحال هذا الشكل هذا. ملي كيبقى لنا شي فراغ تحت صغير كيف ما كتشوفوا دابا، كنحاولوا نعمروه ضروري، ما خصش نهائيا هاد الغرزه هادي يبقوا فيها الفراغات باش كتطلع مزيونه ومتقونه. كيف ما كتشوفوا الاسم كيطلع متحف، كتبان بان راه فيه الخدمه بزاف ومزيون، واخا هي صراحه شويه متعبه ولكن بصح كتجي مزيونه وكتعطي قيمه للخدمه. هاد الغرزه هادي انا كتعجبني، كتجيني مميزه جدا. ف كيف ما كتشوفوا كنبقى نعمر الحرف بنفس الطريقه وفي نفس الاتجاهات اللي رشمت بستيلو. فهنا رجعت معكم، بقى لي غير هذا الطريف هذا. تقريبا كملت الطاره كامله، صبغتها ولونتها تقريبا تسالت، وكنت عجزانه نكمل تصوير الفيديو، بقى لي غير هذا الجزء هذا خليته هو الاخراني باش نكملوا معكم اليوم ان شاء الله. فكما كتشوفوا الطريقه، يعني غادي نمشيو بالغرزه الخلفيه بشكل مستطيل باش تعطينا الشكل ديال الغرزه الذهبيه. فبقاو معايا باش تفهموا. بالنسبة للخيط عملته غير على ثلاثة، لان الاسباس صغير بزاف، ما كان صغير بزاف، فإلا عملت الخيط على ستة غادي يتكور وما غاديش يجي الشكل ديالو مزيون. فكنعملو غير على ثلاثة والغرز يكونوا صغارين ومتقاربين. فمن بعد ما سالينا هذا الجزء الصغير هذا، غادي ندوزو لهذا الجزء الكبير. هذا الجزء ستيتو هذا حتى هو اللي بقى هنايا، وغادي نكملوه. غير هذا غادي نخدموه بشكل دائري، يعني غادي تكون الخدمه غنمشيو فيها هايده بدوائر هنايا في الوسط. فالطريقه سهله وبسيطه، كنجيو ما بين كل غرزه وغرزه عملنا كنعملو غرزه.
فكيف ما كتشوفوا معايا كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، وكانت هذه هي الغرزة الذهبية. كنتمنى تكونوا انكم استفدتم من الفيديو وعجبكم، وصراحة الغرزة الذهبية كتجي رائعة، الشكل ديالها كيجي ممتاز والخدمة ديالها كتجي متقونة. كنتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو، وإلى فيديو قادم بإذن الله. واللي باقي ما عملش اشتراك في القناة اشتركوا في القناة اللي عجبوه الفيديوهات واستفد. وإلى فيديو قادم بإذن الله، وتبقى على خير وبخير.